خليني ارحب بالاستاذ بالمعلق الكبير الاستاذ احمد الطيب. يا كابتن شادي يا حبيبي، ازيك؟ وحشني. يا حبيبي وانت وحشنا كتير، ان احنا بنشوفك وبنطمن عليك دايما، وسامحنا للتقصير معلش. أكيد مجهز لبكرة ضربة البداية منتخبنا الوطني أمام المنتخب النيجيري، مباراة قوية، وأكيد بتجهز بقى، يعني قول لنا حاجات من الكواليس كده. والله يا كابتن شادي كلنا خلاص اصبحنا يعني جاهزين، وكأن احنا اللي هنلعب بكره، مش هنتفرج ولا هنعلق. احساسنا وارتباطنا بالمنتخب ولمه الجمهور حوالين المنتخب وكاس العرب اللي اقيمت هنا في الدوحه كانت زي تسخين كده او تمهيد، لان احنا نرجع تاني للحمه الحلوه واللمه الحلوه حوالين منتخبنا طبعا اللي بنعتز بيه واللي مشرفنا واللي مخلينا في كل حته دلوقتي لما بنيجي نتكلم او نقول او نبص او نقرا نلاقي ان احنا دايما الاول. عارف يعني ايه تكون كسبان 7 بطولات والاقرب ليك خاصه من الدول العربيه الكبيره المحترمه اكتر حد فيهم واخد البطوله مرتين، ده واخد البطوله 7 مرات. فالجزائر مثلا واخد البطوله مرتين، تونس مره، المغرب مره، اللي هم دايما بنحطهم في مكان المنافسه الكبيره مع مصر. فكنا نفوز بالبطولة الحقيقة كل هذا الكم من البطولات حاجة بتشرفنا، وده يخلينا نشيد بكل النجوم الحقيقة اللي حققوا لنا الإنجازات دي كلها، سواء لاعبين، مدربين، مسؤولين. في النهاية احنا بنحضر نفسنا كلنا إن شاء الله الماتش بكرة، وعندنا أمل كبير إن احنا بإذن الله نعمل الحاجتين اللي أي حد بيحبهم ويدور عليهم، إنك تحقق نتيجة كويسة وعرض مشرف يطمنك إنك تقول إن أنا أقدر اخد البطولة مش مجرد المنافسة، لان احنا فرقة كبيرة ودولة كبيرة ومعانا واحد من افضل 3 لاعبين في العالم. والله يا كابتن شادي كأننا بنحلم، يعني ده كأنه حلم، يمكن احلامنا ما كانتش توصل لمرحلة ان يكون عندنا لعيب مثلا من ال20 الاوائل على العالم، دلوقتي احنا 1 من 3 والناس بتقول لا ده هو يستحق. اشوف ربنا كرمنا اخر كرم، فاحنا بس يعني نقدر النعمة اللي احنا فيها ونقف حوالين منتخبنا ان شاء الله، وبكره باذن الله نقدر ان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه تكون مؤشر لثقه ان احنا نقدر نكمل المشوار للنهايه بعد كده ان شاء الله. كابتن احمد خليني اعرف من حضرتك، انت في الكواليس يعني بحكم الخبره شويه افهم التجهيزات، بتبقى ملم بكل تفصيله، اللاعب ده فين، قوته جوه الملعب، محترف فين، عدد مبارياته، واكيد حضرتك من المعلقين الكبار اللي بتعمل الكلام ده. المباراه صعبه علينا، واللعيبه المنتخب نيجيريا هم افضل مننا على ارض الواقع جوه الملعب. يعني المباراه صعبه علينا وصعبه عليهم. صحيح ان في التصنيف لو بصيت للتصنيف كان نيجيريا احسن مننا في التصنيف، يعني هم الخامس على افريقيا، احنا السادس، هم 36 على العالم، احنا 45 على العالم. يبقى لو هي كده بقى نلم ورقنا وناخد بعضنا ونروح ونقول خلاص احنا خسرانين، عمر الحسابات ما كانت كده. والنهارده شفنا منتخب السنغال بنجومه رغم غياب البعض عشان الكورونا، لكن امام منتخب زيمبابوي والفارق رهيب جدا جدا في التصنيف، وحتى الثواني الاخيره كنت طاش زيمبابوي ممكن تكسب، او لو المباراه انتهت بالتعادل هتكون نتيجه عادله. ومع ذلك السنغال بتكسب بضربه جزاء في الدقيقه 90 والدقيقه 95 رغم وجود واحد من اعظم المهاجمين في العالم ساديو ماني، غير بعض اللاعبين اللي موجودين في الملعب. مش على قوه كوليبالي ولا مندي، لكن كيتا بالدي ده برضه واحد من اللاعبين الكبار، وهكذا البقيه كلهم لعيبه كبار، لعيبه تمنهم 30 و40 و50 مليون ومش قادرين يكسبوا منتخب زيمبابوي بشكل تحس فيه بفارق المستوى ده كله. بالظبط. واحنا بنقول عشان كده منتخب مصر بكره، يعني اذا في وقت من الاوقات احنا كنا مستوانا مش كويس جوه الماتش واحنا بنتفرج برضو ما نبقاش قلقانين كتير عشان ما نتوجعش. لا ممكن احيانا وانت خبره في الحته دي اكيد ممكن تاخد لك 10 دقائق في الماتش انت مش كويس خالص. بس ازاي وانت مش كويس تعرف ما تخسرش؟ بالظبط
بالظبط. انا على وازاي فكره انت كابتن مش احمد، كويس تعرف انا اسف على تظبط الفرقه. المقاطعه كابتن احمد، هو ده على فكره انا قلت كده امبارح، ازاي لما تلاقي نفسك مضغوط او انت مش كويس كابتن الفرقه يعمل استريتش ويوقف الماتش يتكلم على اللعيبه، لا عشان اوقف الضغط شويه حتى لو حصل يعني. يعني ده جزء من اللجوء لتفاصيل خاصة بالقانون بتاع اللعبة. الحاجات اللي احنا كنا بنزعل منها من بعض دول شمال افريقيا. ايوه المانع ان احنا احيانا نلجأ لهذه الامور لاستعادة ترتيب الاوراق من جديد. لا انا اقصد برضه كمان حتى من تفضل. الناحية الفنية، اذا في وقت احنا جوه المباراة مستوانا مش كويس، ازاي نلم نفسنا ونعمل زحمة كلنا مع بعض ونحمي بعض كفرقة ونتعامل كلنا كلاعب واحد بالظبط يقدر يحمي منطقة المرمى ولو لفترة، وبعد كده نستعيد توازننا تاني. وبعدين دايما واحنا بنلعب نفتكر ان احنا مصر الدولة الكبيرة المحترمة اللي معانا محمد صلاح ومعانا لعيب زي النني في وقت من الاوقات كان كابتن نادي الارسنال في فترة من الفترات، معانا لعيب مفاجئة الكرة الافريقية زي حنا بعل مثلا لعيب منتخب تونس اللي واخد احسن لاعب صاعد. احنا عندنا مرموش، اللي عمله مرموش مع منتخب مصر في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم برضه عمل عظيم واكتشاف جميل للراجل المدرب كيروش ده، مدرب كبير واسمه كبير وخبراته كبيره عشان يجيب لنا كده في يوم وليله حد زي مرموش. يبقى احنا خلينا نثق في الراجل ده حتى لو لينا تحفظات على عدم اختيار بعض اللاعبين، حتى لو لينا تحفظات على طريقه اللعب. احنا لينا تحفظات، احنا مش زيه، هو ده تخصصه ودي نجاحاته اللي هو خاضها ومشي بيها قبل كده مع مستويات عاليه ومستويات متوسطه. يبقى احنا ان شاء الله ان شاء الله كده مع حد كويس، ثقتنا في نفسنا وفي لعيبتنا كبيره، عندنا لعيبه اساسيين ولعيبه بدلاء يقدروا ان شاء الله يوصلونا لبر الامان، واحنا عينينا على النهائي وحظ البطوله. حتى لو، وانا هقول كلمه، حتى لو لا قدر الله لعبنا وحش او خسرنا، لا احنا لسه قدامنا مشوار طويل. واحنا في 86 خسرنا من السنغال يا كابتن شادي مباراه الافتتاح، ورجعنا لعبناها بعد كده ببوكاندي وجيلنا الكبير وخدنا البطوله من الكاميرون لو تفتكر. بالظبط بالظبط. انا اقصد ان كل محطات الكوره لازم نستفيد منها، ودي قيمه النجوم اللي بيظهروا عشان هم اللي يوصلوا الرساله دي للجمهور. انت كراجل قاعد دلوقتي انت لسه بتتكلم مع سياده السفير وبتتكلم عن جروه وعن القطن الكاميروني وعن سفرك للدول الافريقيه، هي الحاجات دي والحكاوي دي هي اللي بتطمن الناس. بالظبط. واللي احنا شفناه النهارده من السنغال بقيمتها وتصنيف اول على افريقيا مش قادر على فريق تصنيفه 126 على العالم، يخلينا كلنا نحترم حسبه كره القدم. وشفنا ساديو ماني النهارده اللي بيعتبر من اعظم المهاجمين في العالم ما قدمش 10% 20% من مستواه. يبقى لو لقينا محمد صلاح لا قدر الله مش في مستواه او مش موفق او بعيد عن انه يكون موجود في الماتش بشكل ينور، ما نقلقش وما نقولش ده بيهرب وما نقولش ده خايف على رجله، لا لا الحسابات مش كده. كل لعيب بيتمنى ان هو يكون في احسن حال ليه، ومحمد صلاح لما بيقول انا عايز احقق بطوله مع منتخب مصر دي لوحدها رساله لحاجات كتير قوي. فان شاء الله باذن الله ربنا يوفق كده بكره ونقدر نعمل باذن الله الحاجتين الحلوين، العرض المقبول يا رب يا والنتيجه رب ان الجيده. شاء الله. كابتن احمد انا زي ما قلت في البدايه، لو بتقدم نصيحه لمستر كروش، مين افضل لعيبه اللي تعمل لها حساب؟ المنتخب النيجيري منتخب قوي، ولكن انا بقول لحضرتك دايما ضربة البداية لكل المنتخبات القوية في اي بطولة ما بتبقاش الدخلة القوية فنيا. ليه؟ اللعيبة الاجانب بتبقى لسه متجمعين، فالكيمياء او الجماعية ما بتبقاش موجودة خصوصا في ضربة البداية في او في كل جولة اولى. فعشان كده شفنا المغرب حتى كسب مستوى الفني مش واو مش عالي، شفنا السنغال حضرتك قلت النهارده واحد مصنف الاول بيكسب بالعافيه في الدقائق الاخيره، النهارده شفنا غينيا بتفوز في مباراه ممله مع ملاوي. فانا بقول دايما لضربه البدايه، وزي ما حضرتك اتكلمت قلت نقطه في غايه الاهميه، ان النهارده انا المفروض ذاكرت الفرق وشفت الاداء المصنفين كلهم الاوائل او الفرق اللي احنا بنعمل لها الف حساب، ده المستوى الفني. ليه لا؟ اللي انا
ما نورش ويبقى في حافز او دافع من المدير الفني اللعيبه، لا احنا نظهر بشكل مختلف وبكده هنبقى الناس كلها هتتكلم عننا كويس جدا. متفق معايا ولا لا؟ طبعا اتفق معاك، والحياه كلها اصلا دروس، احنا بنستفيد من المواقف اللي بنشوفها. وبعدين انت بتلعب ضد منتخب كل لاعبين، كل لاعبين امكانياتهم البدنيه عاليه. طيب كنا زمان 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 بنقدر نكسب فرق افريقيا، خصوصا افريقيا السمراء. دلوقتي الحسابات اتطورت، واللعيبه اللي قدراتها البدنيه عاليه من سرعه وقوه زادوا جدا جدا في الامور التكتيكيه والامور الذهنيه. اللاعب الافريقي اصبح عنصر التركيز عنده عالي جدا عن زمان. اللاعب الافريقي اصبح التكتيك عنده عالي جدا، طرق اللعب المختلفه. المدربين الاجانب باحترافهم في دول وفي انديه كبيره خلى اللاعب مثقف جدا تكتيكيا جوه الملعب. ممكن اصبح اللاعب الافريقي ما تلاقيهوش بيجري زي ما كان بيجري، ومش هتلاقي سرعته القصوى، لكن هيقدر يؤدي المطلوب بذكائه التكتيكي وخبراته اللي اصبح بيكتسبها من المحكات في الدوريات الاوروبيه المختلفه، ومن المدربين الكبار اللي اصبحوا بينصحوا اللاعبين. انا شايف ان الفكره بتاعت بوش يا كابتن شادي باللعب 4 3 3، انا شايف ان الراجل عمال يدور على حاجه، الحاجه دي لو لقاها واتعملت بنسبه 60% ان شاء الله هنكون كويسين. يا رب يا رب. 4 3 3 اللي يخلي واحد ارتكاز في نص الملعب وواحد على يمينه وواحد على شماله. واحد على يمينه وواحد على شماله، دول هم دول اللي هيحموا محمد صلاح ومرموش. دي حقيقه، دي حقيقه، لان مرموش لعيب كويس، دريبلر كويس، عنده عنصر المفاجأة في الأداء، الولد سريع بيلعب على الخط وبيلعب في العمق، بيشتغل فردي كويس قوي وبيشتغل جماعي بشكل مقبول تماما. فالولد ده من الأسماء اللي خلت الناس كتير تقول آه لا هو يلعب بلاش رمضان صبحي دلوقتي. أحمد رفعت كان المفروض يجي، بس إحنا عندنا مرموش. تريزيجيه دلوقتي إحنا عمالين ندور له على مكان غير الجناح الشمال، ان يبقى واحد من الثلاثة بتوع نص الملعب. ليه؟ عشان مرموش. يبقى احنا قدام ولد كويس لازم كلنا نثق فيه ونوصل له الرسالة دي بسرعة ان شاء عشان الله. يكبر ان شاء بسرعة الله. ان شاء الله. انت عارف ان الجانب المعنوي في دعم اللاعبين قد ايه مهم. فهو بيلعب جناح شمال، ومحمد صلاح جناح يمين، ومصطفى محمد مهاجم جلطة سراي اللي جاب 5 اهداف في الدوري التركي، كل دي حاجات محترمة بالنسبة لنا. يبقى عملية بالزبط. الحماية في نص الملعب. كابتن احمد، الحماية من حمدي فتحي. اتفضل يا كابتن، اتفضل يا كابتن. الحماية من حمدي فتحي، الحماية من النني، ان يكون عندك لعيب من افضل لعيبة منتخب مصر حاليا زيزو. النوعية دي لازم ما تبعدش عن الملعب. تريزيجيه هو اللي حسب حالته والفورمة بتاعته هيتم الاستفادة منه. رمضان صبحي اللي الفترة اللي فاتت خلته يدوس على نفسه اكتر ويكون جاهز اكتر، كل دي اسماء محترمه. وخلينا نقول ان احنا دلوقتي عندنا باكين اعمارهم 24 سنه و23 سنه، حاجه محترمه. اكرم توفيق واحمد فتوح، والاستقرار في حاله الونش وقيمه وخبره احمد حجازي، ووراهم حارس بيصنف من افضل الحراس. يعني اذا اتكلمت عن افريقيا حط محمد الشناوي من افضل 5 حراس في افريقيا. من افضل 5 حراس. النهارده بنتكلم عن مندي حارس مرمى منتخب السنغال اللي ما لعبش، وحارس مرمى تشيلسي يعني من اعظم حراس العالم. نتكلم عن بونو حارس مرمى منتخب المغرب، حارس اشبيليه من افضل الحراس دلوقتي في اوروبا كلها. نتكلم عن اونانا حارس مرمى الكاميرون، حارس مرمى اياكس. محمد الشناوي يدخل في التصنيف كواحد من افضل 3 أو 5 حراس في افريقيا كلها. وخط ظهر عندنا ما شاء الله مزيج ما بين الخبره والشباب والقوه والمهاره وضربات الرأس. يبقى عامل التوفيق يا رب يا رب. احنا نتعامل كوحده واحده. عجبني يا كابتن في كلام حضرتك، كوحده واحده. عجبني في كلام حضرتك روح التفاؤل، الدعم، وده اللي احنا طلبناه في الايام الاخيره. عجبني اللي انت متعايش مع المباراة، الكلام الإيجابي ده مهم جدا، وده توقيته
من معلق كبير بحجم حضرتك، ده توقيت الكلام اللي حضرتك بتقوله. يعني بتمنى لك التوفيق بكره يا كابتن احمد، ربنا يوفقك، ونبارك لبعض بكره ان شاء الله بعد المباراه. بس قبل ما تسيبنا وتمشي، انت في عزومه عليك في السويس، فاكرها ولا لا؟ جاهز والله جاهز حبيبي، يا سلام عليك. بس في حاجة كابتن شادي لو سمحت، اتفضل كابتن شادي لو سمحت، اتفضل. في حاجة اي اسمح لي، اسمح لي اتفضل، سامعني. سامعك طبعا، اتفضل. مكتوب على الشاشة دلوقتي ان احمد الطيب بيقول ان مندي افضل حراس العالم والشناوي في المركز الخامس. ليه كده؟ احنا قلنا واحد من افضل خمس حراس في العالم، من افضل، نغيرها يخلينا فورا، الخامس، نغيرها فورا يا ده كابتن، يمكن يكون الثالث او الثاني. ده انا بالعكس، ده عشان يتقال انا ان احمد طيب يعني قال على الشناوي ده مش حارس افريقيا الاول، يعني صح ولا ايه؟ متفق معاك 1000000%. ممكن نغيرها يا جماعه دلوقتي حالا، لان انا عجبني، حتى انا كان تعليق على كلام الكابتن احمد، ان الكلام الايجابي، الكلام اللي الناس بتحاول تاخده هنا وهناك طول الوقت وتتصيد الاخطاء، ممكن يكون مش غير مقصوده بالمره. ولكن طبعا انا الكلام اللي انت قلته على الشناوي كلام محترم جدا، الكلام اللي قلته على اكرم وعلى الونش وعلى حجازي وعلى مرموش، عشان كده حتى رديت على حضرتك، قلت لك ان كلام ايجابي، وده توقيته ودرس للجميع، الكل لازم في التوقيت ده يدعم ويتكلم كلام ايجابي، عشان اللعيبه ان شاء الله بكره تبقى ضربه البدايه قويه. وادي التعديله يا كابتن احمد، وعلى الهوا هو كابتن احمد محمد الشناوي، واحد من جميل جميل، حبيبي يا كابتن احمد، بس برضو مش انا حافظك، فانت ما تودينيش في سكه تانية. العزومه جاهز امتى؟ جاهز جاهز، ما تقلقش جمبري ما بقى، تقلقش وانت عارف حبيبي، هتوديني تنور السويس الدنيا وناكل كلها ايه يا كابتن احمد. حبيبي حبيبي كابتن اشوفك شادي، على خير ربنا ان شاء يوفقهم الله، ان شاء الله بكره ان باذن شاء الله. الله، وبارك لك بعد المباراه كابتن احمد ان شاء الله، ومتالق دايما ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي، شكرا بشكرك شكرا شكرا جزيلا، شكرا جزيلا كابتن احمد الطيب.